بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله بالخير أوقاتكم مشاهدين الأعزاء، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مستقبل الوطن. اليوم علقت الحكومة اليمنية مشاوراتها ومشاركاتها في مؤتمر أو مشاورات الكويت، وحمل الدكتور عبد الملك المخلافي المسؤولية ميليشيا الحوثي وصالح ووفدهم المتعنت الذي طوال الفترة الماضية لم يبدي أي تجاوب أو تقارب رغم التزاميتهم المتكررة ظاهريا ومحاولة الالتفاف على كل الالتزامات التي التزموا بها سواء للمجتمع الدولي أو لولد الشيخ أو لغيرها، محاولين بذلك كسب الوقت والاستفادة منه ميدانيا. ولذلك لتسليط الضوء على تعليق الحكومة مشاركتها في مشاورات الكويت، استضيف هنا الصحفي رشاد الشرعبي عضو الفريق الإعلامي المرافق لوفد الشرعية في الكويت والذي عاد قبل يوم واحد تقريبا من الكويت. مرحبا بك استاذ. مساء الخير اخي العزيز وعلى المشاهدين الكرام. اهلا وسهلا، سعيدين ان تكون معنا، وكونك كنت قريب من ما يدار في الكويت و يعني ما يجري في المؤتمرات الصحفية والمفاوضات، سنناقش واياك اسباب وايجابيات وسلبيات تعليق الحكومة مشاوراتها في مشاركتها في مشاورات الكويت. لكن ابتداء مشاهدينا نتابع واياكم هذا التقرير. لا جديد يلوح في أفق مفاوضات السلام في الكويت التي يبدو أنها اقتربت من نهاية مطافها بعد انقلاب وفد الانقلابيين على المرجعيات والأسس التي تم الاتفاق عليها سابقا وانسحاب الوفد الحكومي للمرة الثانية. لكن مفاوضات الكويت وإن لم يحالفها النجاح في جمع طرفيها اليمنيين على كلمة سواء، فهي قد نجحت في تعرية الانقلابيين كما وضعتهم في مأزق أخلاقي لا يحسدون عليه. فإلى ما قبل انطلاق المفاوضات بساعات، كان تأخر وفد الانقلابيين عن الوصول في الموعد المحدد نذيرا بأن مفاوضات الكويت لن تكون سوى نزهة تلتقط فيها الميليشيا الانقلابية أنفاسها المنهكة. أخذت المفاوضات حيزا من الوقت والجهود الدبلوماسية والاهتمام الدولي أكثر من مفاوضات جنيف، غير أن أداء الوفد الانقلابي ظل على الدوام أشبه بنزق طفولي في لعبة غير مسلية. راوغوا، كذبوا، انقلبوا على الأسس والمرجعيات وتراجعوا عن التزاماتهم وتبادلوا الشتائم والنكات فيما بينهم، في حين كان الريال اليمني يهوي إلى قاع سحيق واليمن تئن من الجوع والحرب. مع ذلك حرص وفد الحكومة الشرعية على البقاء إلى آخر نقطة في جولة المفاوضات، انسحب مرتين ردا على انقلاب الانقلابيين على المفاوضات، وما زال لديه كمية من الصبر لم تنفذ بعد. وعلى عكس أداء الوفد الانقلابي، ظل أداء الوفد الحكومي في دائرة الحكمة اليمانية والعقلانية والاتزان والصبر والمرونة أمام تعنت الانقلابيين الذين نسفوا المفاوضات وقوضوا بنيانها لأكثر من مرة وما زالوا. ويبقى السؤال الكبير، إلى متى يمارس الانقلابيون غنجهم وسخافاتهم أمام أنظار العالم؟ العالم الذي رأى الانقلابيين على بشاعة حقيقتهم. فأجمل ما فعلته مفاوضات الكويت حتى الآن هو تعرية الانقلابيين ونزع الأقنعة من على الوجوه. إذن بعد نزع الأقنعة علقت الحكومة اليمنية مشاركتها في مشاورة الكويت، وهنا أجدد الترحيب بالصحفي رشاد الشرعبي عضو الوفد الإعلامي المرافق لوفد الشرعية في الكويت. أهلا وسهلا مرة أخرى. أهلا وسهلا بكم. فيما يتعلق بتعليق الحكومة لمشاورتها، هذه المرة تعتبر المرة الثانية أو الثالثة التي علقت الحكومة، ما الجديد هذه المرة في عملية التعليق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، هي المرة الثانية التي يعلن فيها الوفد الحكومي عن تعليق مشاركته في الجلسات التشاورية الموجودة في الكويت أو الجلسات المشتركة بمعنى أصح. بالتأكيد أنها جاءت بعد أن وصل إلى طريق مسدود تماما مع الوفد الآخر. الوفد الآخر كلما وصلوا معه إلى توافق أو اتفاق حول قضايا هي في صميم النقاش تتعلق بالنقاط الخمس التي أعلن عنها المبعوث الدولي، وهي المتعلقة بتسليم الأسلحة والانسحاب من المدن، وأيضا
تمكين السلطة الشرعية من مؤسسات الدولة والأراضي اليمنية عموما. كلما وصل معهم الوفد إلى نقاش جاد في هذا المضمار نفاجأ بأن الإنقلابيين يرفضون الحديث حول هذه النقاط بشكل تام ويعودون إلى الحديث عن قضيتين أساسيتين تتعلق الأولى بوقف طيران التحالف العربي والثانية تتعلق بهذا الموضوع الذي هو السلطة أو تقاسم السلطة التنفيذية. هم يفهمون النص الوارد في النقطة الخامسة المتعلقة بعودة العملية السياسية من حيث توقفت يفهمونها أنها من حيث توقفت عند حوار موفنبيك الذي انقلبوا عليه هم في الأساس، فيما أن الحقيقة تؤكد أن العملية السياسية من حيث توقفت وهي ما يتعلق بالدستور الذي أو مشروع الدستور الذي تم اختطاف مدير مكتب رئاسة حينها بسبب النسخة الأصلية للدستور وأيضا مخرجات الحوار الوطني، وهنا هي المشكلة. هم من خلال ما يريدون شيئين اثنين، أولا نصف شرعية السلطة القائمة التي يمثلها الوفد تماما، وهذا سيؤدي إلى كارثة، وبالتالي سيفقد الوفد شرعيته الأساسية التي يفاوض باسمها وهي شرعية شعبية وأيضا وفق قرار مجلس الأمن ومباركة دولية. المسألة الثانية هي شرعنة انقلابهم من خلال محاولتهم الحديث وفق هذه النقطة تحديدا، فهم يسعون إلى شرعنة انقلابهم من خلال أنهم أيضا وجدوا منبر من خلال مشاورة الكويت، وجدوا منبر للظهور أمام العالم وللحديث أمام العالم بعد أن كانوا محاصرين ومحشورين في زاوية ضيقة، فهم حاولوا أن يتحدثوا من خلال مشاورة الكويت، حاولوا أن يوجهوا رسائل إلى عدد مناطق، لكن ما هو واضح الآن أن المشاورات استنفذت كل الفرص التي طرحت أمامها من قبل المجتمع الدولي ومن قبل الأمم المتحدة. الوفد الحكومي أبدى مرونة غير عادية في التعامل مع كل المقترحات والرؤى التي قدمت له من قبل المبعوث الأمم المتحدة ووزير خارجية الكويتي وحتى أمير الكويت وسفراء الدول 18، الجميع كان في كل ما يطرحوه كان يجد مرونة غير عادية لدى الوفد الحكومي، باعتبار أن الوفد الحكومي هو يمثل سلطة شرعية وأيضا عليه التزامات وأخلاقية ومسؤولية وطنية، فلابد أن يكون بهذه الصورة من الحكمة والحذر والصبر، لكن في المقابل كان هناك نزق وكان هناك تعنت وكان عنقهية وعقرفة من قبل الطرف الآخر، ويتعاملون بعقليات الأطفال. يعني حمزة الحوثي في كل جلسة واحد طفل يعني يأتي ليحاضر قامات من قامات اليمن ومبعوث الأمم المتحدة وحتى سفراء الدول، وفي نقطة واحدة يظل يحاضرهم لمدة ساعة، هذا أمر يعني من الصعب تحمله أكثر من ذلك. وكما قال الفقيد الدكتور عبد الكريم الأرياني فإنها عقوبة من الله أن تحاور أو تكون خاتمتك أن تحاور مهدي المشاط أو حمزة الحوثي، فهذه مشكلة صعبة جدا. الوفد الحكومي اليوم وصل إلى طريق مسدود تماما، يعني لا يمكن الوقوف أمام ذلك. أنا طيب ما دام قد أشرت إلى أنه 25 يوم تقريبا أو 24 يوم وصل الوفد إلى 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 لا نتيجة إن صح التعبير، وبالتالي لماذا التعليق؟ لماذا لا يكون هناك إنهاء لهذه المهزلة التي وصفها بهذا الوصف مهزلة وزير الخارجية ورئيس الوفد اليوم الدكتور عبد الملك المخلاف؟ أنا تحدثت من قبل في العديد من القنوات أنها تدور في حلقة مفرغة هذه المشاورات، وأنها مشاورات عبثية وجلسات عبثية تماما. لكن في مشكلة أساسية في الموضوع منذ البداية، أنا أعتقد أن عدم التزامهم أو إعلانهم منذ البداية التزامهم بقرار مجلس الأمن 22-16 بشكل صريح وفي وثائق يكتبونها أو من خلال حتى تصريحات قياداتهم وزعمائهم سواء الرئيس المخلوع أو زعيمهم عبد الملك الحوثي، فهذه مسألة ضرورية جدا، هذا مفقود تماما. كل ما كان أن والد الشيخ أبلغ الرئيس عبد الرب منصور هادي، والرئيس عبد الرب منصور هو من أعلن عن التزامهم بقرار 22-16، ولذلك ليس هناك أي التزام من قبلهم وليس لديهم نية، كان تماما لخوض مشاورات جادة توصل اليمن إلى السلام وإيقاف نزيف دماء اليمنيين تماما. هم لم يأتوا إلا لشيئين اثنين كما ذكرت سابقا، إيقاف طيران التحالف العربي ليتفرغوا لليمنيين ويقتلوا اليمنيين كما أرادوا، والمسألة الثانية تقاسم السلطة لتعود سلطة تحت إدارتهم وتحت سيطرتهم في العاصمة صنعاء التي هي مختطفة، ومؤسسات الدولة والجيش والأمن كلهم مختطف لديهم، ولذلك من الصعب أن يتم تكرار ما حدث بعد أحداث
2014 وأيضا بعد دخولها بصنعاء وأيضا في اتفاقية السلم المشاركة الوطنية. صعب أن تعود حكومة تحت سيطرتهم كما كانت وتوضع بالإقامة الجبرية ويختطف رئيس الوزراء والوزراء ورئيس الجمهورية ويلاحقوا كما كان. فهذه مسألة مستبعدة تماما، ولذلك لابد أولا من تسليم السلاح والانسحاب من المدن وتمكين السلطة من مؤسسات الدولة، وحينما تقف الدولة على رجليها ممكن الحديث عن العملية السياسية. اليوم رئيس الوفد الشرعية وزير الخارجية الدكتور عبد الملك المخلافي وضع الجمهور اليمني والشعب اليمني أمام المحطات التي سارت من أجلها أو في خلالها هذه المشاورات، ابتداء من وفد متكامل إلى لجان بعد ذلك إلى تقريبا 4 في 4، يعني عمليات تعطيل ودخول من موضوع إلى موضوع وانتقال من شكل إلى شكل، والنتيجة أنه حتى الآن لم يتجاوبوا ولا مع شيء من هذه الأشياء. المشكلة الأساسية أنهم كانوا يطرحوا مقترحات، مثلا تشكيل اللجنة السياسية هم من اقترحوها، وحينما سماها المبعوث الأممي اللجنة السياسية واستعادة الدولة وفق قرار مجلس الأمن والنقطة واحدة نقاط النقاط الخمس، هم الذين تراجعوا عنها ورفضوا المشاركة في اجتماعاتها. يعني المسألة هي عبثية منذ البداية، كلما كان هناك نقاش جاد حول الأساسيات اللي هي متعلقة بالنقاط الخمس والتي أكد عليها وتم التوقيع عليها في بيال بسويسرا في ديسمبر 2015، ثم أكد عليها المبعوث الأممي في وكذلك وزير خارجية الكويتي في الجلسة الافتتاحية لهذه المشاورات. هذا كله يؤكد أنهم ليسوا راضين عن القرار ولا ملتزمين به، وأن النقاش الذي يدور هو نقاش عبثي تماما. يعني كلما كان يتم الاتفاق معهم على شيء ينقضونه في اليوم الثاني أو يختلفون فيما بينهم ويذهبون إلى غيره. اللجان استمر عقدت. المشكلة الأساسية أن هناك لم يكن التزام لا من المبعوث الأممي ولا والوفد الحكومي، كان يجد نفسه مضطر ومجبر على القبول. يعني تخيل نحن كنا نستمع إلى أن الحكومة والوفد الشرعية تبحث عن ضمانات لدخول هذه المشاورات، نعم، والآن اكتشفنا أنه حتى ما فيش التزامات خطية أو غير ذلك. نعم، هناك كان عودة للتعليق السابق حينما علق الوفد الحكومي مشاركته في بعد اقتحام معسكر العمالقة، كان هناك عودة بناء على ضمانات. تلك الضمانات لم يتم الالتزام بها، هذا أولا. ثانيا، هناك شيء اسمه إجراءات بناء الثقة، هي 3 إجراءات لم يتم الالتزام بها حتى اللحظة. أولا، وقف العملية القتالية وإطلاق النار لم يتوقف إلى اليوم. الفراج عن المعتقلين تحول إلى قضية للنقاش للأسف الشديد، وهذه مشكلة أساسية، أنه قضية إنسانية حقوقية كانت واحدة من إجراءات بناء الثقة تتحول إلى قضية للنقاش ويتم نقاشها وتشكيل لجنة لأجلها ويتم التلاعب في الموضوع و50% و50% وبالتقسيط ومدري إيش، وكله علشان مختطفين تم اختطافهم من قبل سلطة غير شرعية وبطريقة غير مشروعة. أيضا فتح الممرات الآمنة، هذه النقطة الثالثة في إجراءات بناء الثقة التي تم التوقيع عليها في بيل بسويسرا وأكد عليها المبعوث الأممي في افتتاح المشاورات، وهو فتح ممرات آمنة إلى المدن المحاصرة وخاصة مدينة تعز. مدينة تعز التي كانت قضية في بيل بسويسرا لم تعد قضية في هذه المشاورات. حاول الوفد الحكومي يطرحها، لكن كانت هناك ضغوط شديدة على الوفد من قبل سفراء الدول 18، من قبل المبعوث الأممي، إنه لنبعد المسار السياسي عن المسار الميداني قليلا، وهذه كانت أيضا كارثة. ولذلك الوفد الحكومي وجد نفسه مجبر على أن يكون صبورا كثير، لكنه كان مرينا إلى أبعد درجة، كان قدم الكثير من الصبر، لكنه لم يتنازل عن الأساسيات التي ستنشئ سيف شرعيته هو. صحيح. إذا وافق عليها أو تنازل فمن الصعب أن ينسف شرعيته هو. ولذلك لأول مرة يظهر وزير الخارجية في ورئيس الوفد حقيقة بمؤتمر صحفي ويكشف كل هذه الحقائق للشعب اليمني. اسمح لي هنا أستاذ رشاد أن يشرك معي الصحفي أنيس منصور معي من الكويت. تحية لك أستاذ أنيس، ونحن نتحدث اليوم عن مشاورات أو تعليق الحكومة لمشاوراتها في مشاركتها عفوا في مشاورات الكويت، وتعريجا على المؤتمر الصحفي الذي انعقد قبل دقائق من قبل رئيس الوفد الشرعية الدكتور عبد الملك المخلافي. ما ملخص ما جاء في هذا الوفد في هذا المؤتمر عفوا؟
ملخص ما تم في هذا المؤتمر الصحفي أو سنعاود الاتصال بك أستاذ أنيس لأن هناك مشكلة في الصوت. طيب أيضا يعني مهزلة وصفت بأنها المشاورات، لكننا صابرون هكذا قال الدكتور عبد الملك رغبة في تحقيق السلم لشعبنا. هل تعتقد أنه طول مدة المشاورات تحقق السلم لليمن؟ وهو أشار أيضا الدكتور نفسه إلى وضع اقتصادي كارثي لا تتحمل الميليشيات مسؤوليتها في هذا الوضع. طبعا أنا أريد أن أشير إلى شيء، أنا ذكرت موضوع أنه لم يعلنوا التزاما بقرار مجلس الأمن، كانت هذه نقطة أساسية في المشاورات وكان يفترض أن لا يتم الخوض في هذه المشاورات إلا بها. الموضوع الثاني أن ليس هناك سقف زمني، ومن المفترض أن يكون هناك سقف زمني محدد وإلى ما لا نهاية، هذه مسألة صعبة تماما. الموضوع الثالث الحزم، كان يفترض من قبل الأمم المتحدة وغيرها أن حتى سفراء الدول 18 أعتقد أنه كان يجب عليهم أن يقولوا فلان هو من يعرقل هذه المشاورات، فلان هو من يقف في طريق السلام اليمني. جزء من الضغوطات لأنك أنت حدثتنا عن ضغوطات توجهت باتجاه الحكومة. نعم ليس هناك حزم تجاه الطرف الذي يقف ويعمل على عرقلة هذه المشاورات، وهذه مسألة مهمة جدا تماما. طيب عاد إلي الآن صحفي أنيس منصور من الكويت، مرحبا بك أستاذ أنيس. أهلا وسهلا. أهلا نسمعك الآن جيدا، تفضل فيما يخص المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس وفد الشرعية اليوم. المؤتمر الصحفي ملخصه أن عبد الملك المحمد أنفقنا مشاركتنا حتى تصلنا ورقة موقعة من قبل الطرف الآخر تؤكد على النقاط الست، وهي الأطر المرجعية الثلاث اللي هي القرار الأممي 22-16 مبادرة الخليجية مخرجات الثوار الوطني. اثنين أجندة ما أتفق عليه في ثلاثة النقاط الخمس المتفق عليها، جدول الأعمال والإطار العام المقدم من المبعوث الأممي ومهام اللجان التي شكلت، ولا نقاش في موضوع الرئيس عبد الرب منصور هادي. هذه النقاط التي تضمنها باختصار وإختصار المؤتمر الصحفي مساء اليوم. طيب بعد المؤتمر الصحفي ردود الأفعال التي رصدتموها، لأنه هناك حديث أيضا على أن ستترك فرصة للمجتمع الدولي لممارسة ضغوطه على هذه الجماعة لعلها تستجيب. هناك التواصل واتصال مع وزير الخارجية الكويتي، وهناك تواصل مع عدد من سفراء الدول 18، وهناك أيضا ولد الشيخ اليوم ظهر مظهرا نستطيع أن نسميه إيجابيا، يعني ظهر بوضوح وهو يتهم الانقلابيين أنهم يريدون مشاورات، وكان صاخبا كبيرا على عرى بأنهم يقولون ويتعنتون. وبالتالي بالنسبة للأفعال نستطيع أن نقول أنه من يعني قد تمح على في برنامجين هاتفين، وقلت أننا لا يمكن أن نصل إلى إذا ظل التعنت مستمر من قبل الانقلابيين. لكن هناك خيارات متعددة يتم الحديث عنها وهي ضمن المداولات الإعلامية. خيارات هي هناك دفعا دوليا لمسألة الحكم العسكري أو حتى الصمت، هناك استخدام القرار أو البند السابع. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أنيس منصور. هناك مشكلة في الصوت، يعني نستطيع أن نسمع بعض الكلمات ويفوتنا بعض من حديثك. على كل حال أشكرك جزيل الشكر للسيد أنيس منصور، كنت معنا من الكويت، والمعذرة منك أيضا من المشاهد لرداءة الاتصال من 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 المصدر. أعود إليك أستاذ رشاد فيما يتعلق بالنقاط التي أشار إليها وذكرنا بها الصحفي أنيس منصور، وهي أبرز أو خلاصة المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم رئيس وفد الشرعية. وكانت الخلاصة بأننا علقنا المشاورات حتى تأتينا الأمم المتحدة ورعاة هذه المشاورات بوثيقة مكتوبة وموقعة من وفد الحوثي وصالح، تنص على جملة من الإجراءات أنهم مقرين ومعترفين بالمرجعيات الثلاث وأجندة بيل والنقاط الخمس وجدول الأعمال الذي قدمه المبعوث الأممي، ولا نقاش عن الشرعية.
المرجعيات الثلاث ماذا يقصد بها أيضا علشان أيضا نفهم ونذكر ويفهم المشاهد؟ المرجعيات الثلاث هي المبادرة الخليجية والآليات التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216. هذه هي المرجعيات الثلاث التي تم التأكيد عليها في الجلسة الافتتاحية ويتحدث عنها المبعوث الأممي باستمرار. وافقوا عليها الوفد الحوثيين تقريبا؟ هم يوافقون أمام المبعوث الدولي لكنهم لا يعلنوا ذلك صراحة أمام العالم. لا، وفي كل الجلسات يعودون للحديث عن ما هو خارج هذه المرجعيات الثلاث والذي هو متعلق في السلطة التنفيذية وتقاسم السلطة التنفيذية. ولذلك أنا تحدثت سابقا عن أنه كانت هذه مشكلة أساسية، لكن الوفد الحكومي كان يتوجب أن يخوض هذه المشاورات بهذه النفسية، بهذه المرونة التي خاضها، وقدم صورة يعني رائعة من خلال أداء الوفد الحكومي، أداء مسؤول. لكن أيضا تكملة للنقاش، أجندة بيل هذه أيضا التي تم هي إجراءات بناء الثقة التي تحدثت عنها سابقا، الإجراءات الثلاثة اللي هي وقف الأعمال القتالية وإطلاق النار بشكل تام، إطلاق المعتقلين، وأيضا فتح ممرات أمنة للمدن المحاصرة ومنها مدينة تونس. بخصوص النقاط الخمس أيضا، هي النقاط الخمس التي وردت في قرار مجلس الأمن. النقطة الأولى تسليم الأسلحة والانسحاب من المدن، والثالثة أيضا تمكين السلطة الشرعية من مؤسسات الدولة وكل أراضي الجمهورية اللي هي السلطة الشرعية القائمة اليوم. الموضوع الثالث هو المعتقلين. الموضوع الثالث الخامس الرابع هي المعتقلين، والخامس هي العملية السياسية من حيث توقفت. وبالنسبة لجدول الأعمال الذي الإطار العام هو الذي أعده جمال بن عمر، أعد هو إطار عام كيف تتم عملية هذا وتقسيم اللجان وأيضا وقف إطلاق النار. لا أعلم أنه كان جدول هيكلية هكذا، فهو الإطار العام هو يتضمن هذه الأشياء كلها التي سيتم النقاش حولها. هم رفضوا في كل جلسة أن يتم الخوض في هذه النقاشات، بل أنهم أعلنوا صراحة أولا من حيث مسؤول موضوع المعتقلين أكثر من مرة أعلنوا أنهم لن يفرقوا عن أي معتقل. الانسحاب من المدن وتسليم السلاح أعلنوا أكثر من مرة أنهم لن ينسحبوا ولن يسلموا سلاح، ويتحدثون عن أن السلطة التي سينشؤوها هم وتكون تحت سيطرتهم هي من سيسلمون لها السلاح، يعني يسلموا السلاح لأنفسهم، وهذا غير معقول الاستمرار في وضع كهذا أو في النقاش حول هذا. الوفد الحكومي بسبب الضغوط التي يتعرض لها وحرصه على السلام وإيقاف نزيف دماء اليمنيين كان يحاول أن يكون مرنا ويدخل في نقاشات معهم في هذه الأشياء، لكن رفض في كل مرة كان يرفض أن ينساق أو ينقر وراءهم للنقاش حول قضايا مثل هذه تقاسم السلطة أو الحديث عن شرعيات الرئيس هادي وغيره. هناك طروحات أيضا من قبل تم تسريب بعضها في الأمس أنه تشكل حكومة في صنعاء والرئيس يكون في عدن ويتحول إلى رئيس شكلي. هذا نفاها تقريبا رئيس الوفد بشكل نفاها بشكل ذا، لكن كانت هناك قوى دولية تحاول أن تطرح هذا الموضوع ووجدت صد منيعا من قبل الوفد الحكومي. الوفد الحكومي أنا أعتقد أنه لن يغادر الكويت إلا آخر هو أشار إلى هذه النقطة، إلا هو الأخير من سيغادر الكويت، لكن على المجتمع الدولي سواء الدول الـ18 أو الـ21 وأيضا مبعوث الأمم المتحدة وكل الذين يقومون برعاية هذه المشاورات أن يفرضوا على هؤلاء أو الوفد الممثل للإنقلابيين أن يلتزموا على الأقل بقرار مجلس الأمن كمرجعية من خلال النقاط الخمس أو النقاط السبعة التي فيه، وأيضا الالتزام بإجراءة بناء الثقة. طيب لو تعمقنا قليلا أستاذ رشاد فيما يتعلق بالشرط الذي اشترطه أو النقطة المطلوبة والعقلانية التي يريدها الآن الوفد الحكومة لاستمرار هذه المشاورات التي هي بالأخير تدور في حلقة مفرغة كما قلت، 1 2 3 4 5 6 من النقاط مطلوب التوقيع عليها من قبل وفد الحوثيين، هل تعتقد أن الأمور ستمشي إيجابيا حتى بعد عملية التوقيع على هذه الورقة؟ طبعا في المرة السابقة حينما علق الوفد المشارك أو الوفد الحكومي علق الجلسات المشتركة، حينما علقها بعد اقتحام معسكر العمالقة كان هناك ضمانات قدمت ليس فقط من مبعوث الأمم المتحدة، تحدثوا نحن نضمنهم
لكن حتى وقعت تدخلات من قبل الأشقاء في سلطنة عمان، وأيضا من قبل الأشقاء في دولة الكويت، وأيضا من قبل سفراء الدول 18. الجميع كان يؤكد على أن هناك ضمانات أنهم بيلتزموا. كانت هذه تجربة الوفد الحكومي. اليوم يتوجب أن يكون هناك التزام صريح من خلال توقيع وثائق أنهم ملتزمون بقرار مجلس الأمن 22/16، ملتزمون بمرجعيات مخرجات الحوار الوطني، بالمبادرة الخليجية. هم يتحدثون عن المبادرة الخليجية مثلا من حيث أن حكومة توافق التي أنشأتها وهي قد قضوا عليها وانقلبوا عليها هم، ولذلك هم يحاولون أن يجروا الوفد الحكومي إلى قضايا ثانوية ويركزون على شيئين اثنين كما ذكرت سابقا: وقف طيران التحالف العربي ليتفرغوا ويقتلوا اليمنيين كما أرادوا، باعتبار أن الطيران هو بطلب من السلطة الشرعية، السلطة اليمنية طلبت من الأشقاء في المملكة أن يتدخلوا لحماية اليمنيين بعد أن تدخل الطيران الذي سيطروا عليه. ولذلك الموضوع الثاني وهو الدخول في قضية نصف السلطة الشرعية عموما، سواء الرئيس هادي أو الحكومة المنبثقة عن الرئيس هادي، وكل المؤسسات والسلطات التي انبثقت عن الرئيس الشرعي والمنتخب عبد الربو منصور هادي. أنا أعتقد أن هذه هي تعلموها عند الإيرانيين استراتيجية المراوغة، هم مستمرون في المراوغة. اليوم يتفقوا معك ويقول لك حاضر، اليوم الثاني يأتي حمزة الحوثي ليحاضر الجالسين والذين بعضهم يحملوا الدكتوراه وبعضهم ويشير لهم على موضوع البلد والحرص على البلد، ويتجه باتجاه أنه إحنا سلطة أمر واقع وأن ليس أمامكم إلا أن تلتزموا بهذه السلطة الأمر الواقع، نشكل حكومة نديرها نحن ونسيطر عليها كما يعمل حزب الله في ما مصدر قوتهم وما مصدر قوات الشرعية في هذا حتى يتم حتى يفرضوا هذه الشروط كلها ويتعنتون حتى الآن؟ هو كان هناك على ماذا يراهنون؟ هم يراهنوا أنهم مجنون بيده حجر وممكن أن يلقي به ويرمي به الآخرين، هي هذه المسألة. ليس لديهم ما يراهنون عليه. اليوم يتحدثون عن أنه إحنا معنا شوية قربقات عادلة وانهار الاقتصاد، وهم لا يفهمون حتى معنى انهيار اقتصادي البلد. اليوم في كارثة غير عادية تسببوا بها هم بعد أن نهبوا الاحتياطي النقدي الموجود في البنك المركزي، وهم يتحدثون. أنت لو تقرأ في الفيسبوك ما يكتبونه حتى قياداتهم فستضحك كثيرا. يعني هؤلاء لا يفقهون شيء لا في السياسة ولا في الإدارة ولا في الاقتصاد ولا في شيء، ولذلك هم يتعاملون بانتهازية، يتعاملون بعنقهية وكأنهم شوية مراهقين، ولا يقدرون التزام تجاه شعبهم ولا وطنهم. المهم عندهم أن تستمر السوق السوداء التي استطاعوا أن يكونوا من خلالها ثروات، ويستمروهم في مفاوضات لا طائل لها، ويستمروا في إدارتهم للسوق السوداء التي حولوا البلد كلها. حتى فيما يتعلق بالمعتقلين تحولت سوق سوداء. فيما يتعلق بقرار الحكومة بتعليق مشاوراتها أو وفد الشرعية بتعليق مشاركته في المشاورات وبقائه في الكويت، كيف تقرأها؟ يعني عدم الانسحاب والبقاء في الكويت. هو الوفد الحكومي أنا تحدثت سابقا أنه هو أتى وهو مفتوح القلب تماما ليبحث عن السلام وعن إيقاف نزيف دماء اليمين، لكنه يبحث عن الدولة. الدولة يتوجب أن تعود عبر السلطة الشرعية القائمة. هذه الدولة التي اختطفت من قبل الميليشيا لابد أن تعود، وحينها يتم الحديث عن أي عملية سياسية فيما بعد. هذا سيجبر الوفد على البقاء لأنه يتعامل بالتزام ومسؤولية سواء مع شعبه أو أيضا مع المجتمع الدولي من حوله، سواء الأشقاء في التحالف العربي أو الدولة المستضيفة أو دول 18 التي ترعى هذه المشاورات، ولا بد أن يتعامل معها بمرونة تامة بشرط أنه لن يتنازل، وهو ما هو ظاهر أنهم حتى اليوم لم يتنازلوا عن شيء من الأساسيات التي تنسف شرعية الوفد والسلطة التي يمثلها أو الدولة أو التنازل عن الدولة التي أتوا لاستردادها واستعادتها. العودة إلى الرياض من قبل وفد الشرعية للتشاور مع رئيس الجمهورية ومع القوى السياسية ومع المكونات الداعمة للشرعية، متى يكون مثل هذا الإجراء أيضا قويا وواقعيا؟ بالتأكيد أن هناك تواصل ما بين الوفد والأخ رئيس الجمهورية، والأخ الرئيس يوميا يجتمع بمستشاريه وهم مشكلين من كل القوى السياسية.
والموقف واضح وفي تنسيق وترتيب في هذا المسألة ولا يحتاج أن يعودوا إلى الرياض كجزء أيضا من الضغوطات على الميديا على هذا الوفد الغير احترام مسؤول احتراما لمسؤولياتهم الوطنية والتزامهم واحتراما للأشقاء في الكويت وفي الدول الراعية 18 وللأمم المتحدة والمجتمع الدولي عموما يعني ما فيش داعي أنهم يعودوا إلى الرياض ولا غيرها ليبقوا في الكويت لكنهم لا يقدموا أي تنازلات ولا يعودوا لجلسات مشاورات عبثية كما كان حاصل. هم منحوهم فرصة شهر لم يصلوا معهم إلى نتيجة بل أنهم كل ما قاموا به كان فيه انكشاف وتعرية للإنقلابين بشكل واضح. ولذلك هل ترى يعني أن المرحلة القادمة بعد تعليق هذه المشاورة ستكون مرحلة أكثر حزما من المرحلة الماضية؟ وسأترك لك مجال تعلق على هذه النقطة بعد أن نخرج إلى فاصل قصير. مشاهدينا فاصل قصير نعود من ثم لإكمال حوارنا مع ضيفنا هنا في الاستوديو الصحفي رشاد العيش الشرعبي عضو الوفد الإعلامي المرافق لوفد الشرعية في الكويت. أرجو أن تبقوا معنا. مرحبا بكم أعزائنا، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير نكمل حوارنا ضمن برنامج مستقبل الوطن فيما يتعلق بتعليق الحكومة مشاركتها في مشاورات الكويت مع الصحفي رشاد الشرعبي عضو الوفد الإعلامي المرافق لوفد الشرعية في الكويت. أهلا وسهلا رشاد. قبل الفاصل أشرنا إلى ما بعد مرحلة التعليق، يمكن هل يمكن أن نعتبر أن وفد الحكومة سيكون أمام مرحلة جديدة من مراحل مشاورات الكويت وربما ستختلف عن المرحلة السابقة في أقل تقدير في جانب الحزم في التعامل مع مثل هؤلاء؟ نعم بالتأكيد أن ما طلب الآن من قبل الوفد الحكومي اليوم فيما يتعلق بوثائق موقع عليها من قبل الطرف الآخر هذه يا إما أنها سيتم بناء عليها الدخول في مشاورات جادة وحقيقية والخوض في التفاصيل النقاط التي تستند على المرجعيات الثلاث كما أشرنا سابقا وهي النقاط الخمس المتعلقة بتسليم السلاح. طبعا الوفد الحكومي تقدم برؤى واضحة فيما يتعلق بتسليم السلاح، فيما يتعلق بالانسحاب من المدن، فيما يتعلق بتمكين السلطة الشرعية من مؤسسات الدولة وبقية الأراضي اليمنية، وهذا كان واضح من خلال الرؤى التي تقدم بها. أنا أعتقد أنهم إما أنهم سيذهبوا نحو نقاشات جادة في إطار هذه النقاط تحديدا أو أن الوفد الآخر سيرفض وسيعود إلى صنعاء، لكن قد ما يحصل في صنعاء من انهيار اقتصادي كبير قد يبعث فيهم القليل من العقل ونتمنى ذلك. تعتقد ذلك؟ أنا أتمنى ذلك، لا أعتقد لكن أتمنى ذلك. طيب إذن الأمور إذا فشلت في الكويت ستتجه بلا شك إلى الميدان، والميدان هناك أصوات كثيرة تطالب بالحسم، وكان الجميع قد ارتفعت معنوياتهم كثيرا عندما وصل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية إلى مقربة كبيرة من العاصمة صنعاء عندما وصلوا إلى مناطق نهم، المناطق الجبلية التي والوعرة التي كان يستحيل باعتقاد الحوثيين وصالح أن يصل جيش المقاومة إلى هناك. خيار الحسم كيف تنظر إليه وما زال مطروح بقوة؟ أنا إذا اتجهت الحقيقة الحل السياسي، أنا رأيي الشخصي أنه لا خيار آخر سوى هذا الخيار أساسا، خيار الحسم العسكري على الميدان هو الخيار الأساسي أصلا. وفشل هذه المشاورات الذي لم يعلن بعد يؤكد أنه هو الخيار الوحيد. هؤلاء لا يفقهون إلا بالقوة ولن يخضعوا ويستسلموا ويلتزموا قرار مجلس الأمن إلا حينما تنتهي القوى المسلحة التي يؤذون اليمن بها، ولذلك لابد من الاستعدادات للخيار الآخر. كان هناك فرص تركت للمجتمع الدولي من خلال الهدنة، من خلال الاعتداءاتهم مستمرة، اخترقوا الهدنة من أول لحظة في كل المناطق وفي كل الجبهات، لكن تم التعامل معها في إطار محدود دفاعا عن
النفس، وحتى اليوم لا زالت الهدنة سارية من طرف واحد فيما هم لم يلتزموا بأي هدنة، وهذا كله لأجل الضغوط التي مورست سواء على السلطة الشرعية أو الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. هذا كله تأكيد على الرغبة بالسلام وعلى إيقاف نزيف دماء اليمنيين، لكن الطرف الآخر أثبت وانكشف بشكل واضح أمام المجتمع الدولي وأمام الرأي العام أنه لا يريد السلام ولا يريد إلا استمرار الحرب التي يتكسب منها ويتعايش من خلالها. هذه الفترة التي قضاها الحوثيون، ودخلنا في موضوع الهدنة واستجابة الأطراف على الأقل الشرعية الممثلة بالجيش الوطني والمقاومة الشعبية للهدنة، استفاد الحوثيون من خلال نقل معدات، نقل عملية تجنيد، عملية تدريب، نقل جنود وتعزيز جبهات، وبالتالي يعني كيف تنظر إلى الحسم بعد مثل هذه الجولات؟ نعم، هم حاولوا أن يستفيدوا حقيقة، حاولوا أن يتقدموا في أكثر من جبهة، لكنهم لم يحققوا أي تقدم حقيقي في الكثير من جبهات سواء في نهم أو في مأرب والجوف، رغم توقف الطيران توقف الطيران وفي تعز وفي غير الكثير من جبهات تعز، وحتى في كريش وفي الوازعية وفي باتجاه المضاربة ومناطق الصباحة وفي باب المندب، هذه كلها كانت هناك محاولات قد يكون حققوا شيء، لكن الطيران كان لهم يتابعهم ويراقب حركتهم باستمرار، لم يترك لهم المجال ليتحركوا بحرية كما كان يعتقدوا، ولذلك تعرضوا لبعض الضربات وكانت أشبه برسائل نحن هنا ما زلنا نراقبكم ونراقب تحركاتكم. بالتأكيد أن التوقف هذا أيضا أكد أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية عودهم صار أشد وأقوى، ولذلك عجزوا عن تحقيق أي تقدم في الجبهات، تقدم فعلي من ناحية عسكرية كما يتحدث الخبراء العسكريين، ليس هناك أي تقدم. هم حاولوا أن يستغلوها، لكن أنا أعتقد أنه الأفضل الآن أن يكون هناك استعداد من الطرف الآخر ليكون الحسم العسكري، وهذا أنا أعتقد أنه قد يكون ساري أن الجيش والمقاومة جاهزين للحسم من جانب عسكري، ولذلك كانوا هم أيضا متوقفين تنفيذا واستجابة للطلب وقف الهدنة من قبل الأمم المتحدة، وأيضا الاتفاق الذي تم توقيعه في ظهران الجنوب بالمملكة العربية السعودية، وهذا كان تأكيد على أنهم ملتزمين بذلك، لكن الطرف الآخر لم يحترم أي هدنة منذ 10 إبريل وحتى اللحظة. طيب يعني أيضا في الجانب الآخر اللي هو أيضا الميداني، المحافظات ومن ضمنها تعز ما زالت تحتاج إلى كثير، طبعا الميليشيات لم تتوقف يوم من الأيام بمهاجمة تعز، وكذلك هناك خبر أيضا أن محافظة تعز يناشد السلطة الشرعية والحكومة بدعم دعمه ودعم أيضا مؤسسات الدولة في تعز حتى تتسنى لها مباشرة عملها. اسمح لي هنا أشرك معي العميد عبد الواحد سرحان وهو مدير أمن محافظة تعز. مرحبا بك سعادة العميد عبد الواحد. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. بداية ونحن نتحدث اليوم عن تعليق الحكومة مشاركتها في مشاورات الكويت وأنتم في الميدان مع يعني الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تصدون للانتهاكات، بل لم تعد انتهاكات، المعارك التي تديرها ميليشيا الحوثي وصالح ضد هذه المدينة، ضعنا في الصورة. والله يا أخي بالنسبة لما يدور في الكويت يعني لا يوجد له أساس على الأرض في مدينة تعز إطلاقا. تعز تعاني من حصار من قصف يومي على مدار الساعة، تعز يمنع من عباد يعني بشكل نهائي دخول أو خروج أي ناس يعني إلى القرى. تعز يعني تتلقى تعزيزات لقوات الميليشيا، تعزيزات كثيرة وكثيرة، استحداث مواقع بصفة مستمرة، وكأنهم محضرون لاقتحام المدينة. أخوة أكثر من رصيدنا نحن نخاف من الهدنة، يعني كلما أتت الهدنة نشاهد يعني حركات يعني غير مألوفة على الإطلاق. ربما يعني احيانا نتهم الهدنه كانها مؤامره على تعز من خلال ما نلاحظ في الارض، وكان الهدنه يعني يدبر فيها امر لتعز. في تعز يعني الوضع لم يتغير، ربما قد يزداد سوءا ايضا، يعني ننتظر مفاجآت من قبل الميليشيا. نحن في جانب المقاومه نحن مستعدين، لكن
نستغرب من الهدنة والكلام على الهدنة أو الكلام في أي جانب من جوانب المشاورات في ظل رموخ قاعد تحت حصار مشدد لا يعني يعني ربما ازداد شدة وحدة أيضا يعني تعزيزات كثيرة وكبيرة تعد معركة مستمرة تعد لم تنعم بأي فائدة من فوائد الهدنة على الإطلاق أيضا ثقتنا وبحكم معرفتنا بالميليشيا الحوثي والحوثي بالذات باعتباره رأس الساد ويعني كما عودوه السيادة في إيران ولا يؤمن شر على الإطلاق مستحيل أن يدخلوا في هدنة حقيقية مستحيل أن يدخلوا في مشاورات لإخراج اليمن من هذا المأزق الذي وضعوه فيه بشكل حقيقي أو جدي هؤلاء لديهم مشروع ومصممين على تنفيذ مشروعهم لكن في تعز قول وبكل صراحة وبكل ثقة إننا مستعدون لهم برغم عدم الإمكانات أو الإمكانات الغير كافية مستعدون للتصدي لكن في حالة تم انسحاب الوفد وفد الشرعية وقرار الحسم كيف تنظرون إلى قدرات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مواجهة هذه الميليشيات هذه المرة على الأقل يا أخي شوف أقول لك يعني بالحقيقة نحن يعني نقاتل بإرادتنا وليس بإيراداتنا فلا لا نملك إيرادات لكن نمتلك إرادة بجانب ما لدينا من ما هو متوفر لدينا من إمكانات نحن يعني وضعنا أجبرنا على هذا الوضع وليس أمامنا خيار إلا أن نقاوم إلا أن يتحقق النصر بإذن الله تعالى نحن يعني نحتاج فعلا حقيقة إلى دعم كي يتم الحسم السريع ولن ينتهي الوضع في تعب مشاورة الإطلاق ما سينتهي بالحسم إما لنا وإما لهم لكن هذا نادي بإذن الله تعالى نحن مستعدون للصمود والاستمرار وإن شاء الله قريبا يعني ما نقولش يعني نحن لابد 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 في خلال هذه الأيام أن يكون لنا موقف أن نخفف من موقف الحصار بإذن الله تعالى في الأيام القادمة إن شاء الله يعني بالحقيقة الحسم يحتاج إلى مزيد من الدعم من التحالف ما نعمله بالجانب ولعل الأمر يختلف كثيرا عندما يتولد أو يكون هناك قرار فعلي للحسم واستغير بإذن الله الأمور العميد عبد الواحد سرحان مدير أمن محافظة تعز أشكرك جزيل الشكر كنت معنا من تعز أعود إليك أستاذ رشاد فيما يتعلق بالتوقيت توقيت اتخاذ الحكومة قرار تعليق مشاركتها بالإضافة إلى التعنت المستمر من قبل الحوثيين هل ترى أنه الوضع الاقتصادي الكارثي الذي يهدد اليمن اليوم كان أيضا سبب من أسباب اتخاذ مثل هذا القرار الحازم من قبل الوفد الشرعية حتى على الأقل يتم تدارك الوضع الاقتصادي في أي لحظة من اللحظات؟ بداية أنا وجهت تحية للعميد عبد الواحد سرحان فهو وقف إلى في تعز منذ البداية وحتى اليوم يناضل ويقاوم وواجه كبقية أبناء تعز وله التحية خاصة فيما يتعلق في موضوعك أنا أيضا أشير إلى ما قاله في موضوع تعز فأن تعز لا زالت هي بحاجة لإمكانيات لكي تواجه على الصعيدين سواء على الصعيد العسكري هي بحاجة للسلاح و لما يتعلق بالجيش والمقاومة الشعبية من موارد مالية وفيما يتعلق مؤسسات الدولة وتشغيل هذه المؤسسات الصحية والتعليمية والنظافة والكهرباء وغيرها هم بحاجة لدعم هو ما تحدث عنه المحافظ اليوم في تهديده بالاستقالة لأنه لا يوجد لديه أي إمكانيات أو موارد ليستقيم الوضع في تعز فيما يتعلق بسؤالك حول الانهيار الاقتصادي المؤشرات كانت واضحة منذ البداية أن هناك كارثة اقتصادية ستحل على اليمن ستكون الكارثة المضاعفة بعد الكارثة الأولى التي كانت بسبب الانقلاب واختطاف مؤسسات الدولة هذه الكارثة كانت واضحة من خلال السيطرة أو نهب المال الاحتياطي النقدي 4 مليار دولار تم نهبها من قبل هذه الميليشيا إلى جانب نهبها لبقية الأموال من مؤسسات الدولة ضمن المجهود الحربي أو والعبث الذي يتم الأراضي الأموال الخاصة المرتبات الناس كثير من الموظفي الدولة تم نهب مرتباتهم
منذ سنة وأشهر وبعضها منذ نص سنة. هذا كله يؤدي إلى أن المؤشرات كانت واضحة، وهي أيضا ورقة يجب أن تستخدم أيضا في مفاوضات الكويت بشكل جيد من قبل الوفد الحكومي، أن هؤلاء لا يؤمنوا على شيء. بقي من 4 مليار دولار وكسور، بقي 100 مليون دولار، هذه لا يستقيم بها شيء. في هذا ما أشار إليه أيضا رئيس وفد المشاورات، 100 مليون دولار بالإضافة إلى 1 مليار دولار هذه وديعة مجمدة، الوديعة السعودية هذه هي أمر آخر. لكن هذا يشير إلى أن الحكومة والسلطة الشرعية هي أمام تحدي كبير جدا اليوم يفرض عليها ذلك، لأن انهيار الاقتصاد اليمني هو ليس انهيار للإنقلابيين، هو انهيار الاقتصاد اليمني لأوضاع الناس، لمعيشتهم، لحياتهم، لأبناء الشعب اليمني والدولة اليمنية وما تبقى من الدولة اليمنية. ولذلك لابد من إجراءات تتخذ من قبل هذه السلطة، لابد من رؤية واضحة واقتصادية. السلطة الشرعية بالتأكيد لابد أولا فيما يتعلق بالمؤسسات المالية خاصة البنك المركزي، لابد من حل. البنك المركزي الذي تسيطر عليه الميليشيا في صنعاء لابد من حل، يا إما والوصول إلى صنعاء أو أن يكون هناك حل آخر بتحويله إلى عدن أو إلى المكلا أو إلى مأرب. لن يقبل الحوثيون وهم يسيطرون على البنك المركزي وعن برامجه سواء بالإلكترونية وغير ذلك. الأمر مرتبط بمؤسسة النقد الدولية والبنك الدولي، ولذلك يفترض مرتبط أيضا بملفات، بوثائق، بمرتبات العاملين، وهذا ممكن أن يكون بالتعاون مع مؤسسة النقد الدولي والبنك الدولي. ولذلك لابد من إجراءات هم أخبر بها، أنا لست خبيرا اقتصاديا، لكن لابد من إجراءات. ثانيا من ضمن الإجراءات لابد أن تعود السلطة إلى داخل البلد وتدير شؤون البلد من داخل البلد، من مأرب، من تعز، من حضرموت، من عدن، من أي مكان كان رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء وبقية المسؤولين يعودوا إلى البلد ويقودوا ويديروا الأمور. نحن مقدمون على كارثة ولا بد أن يكونوا في المقدمة لإنهاء هذه الكارثة وانتشال البلد من الكارثة القادمة، وأيضا انتشالها وإنهاء الانقلاب. وبالتالي الموضوع الاقتصادي الآن الذي أيضا ركز عليه أيضا رئيس وفد الحكومة في مشاوراته، أنه الحكومة تتعامل أشبه بالأمة التي هي حريصة على ولدها. صحيح، هذا مسألة مطلوبة، ولذلك أنا منذ البداية أنا أتحدث عن مسؤولية وطنية ملتزمة بها. طيب إلى الآن هؤلاء الميليشيات وهؤلاء الوفد لم يبدوا أي تجاوب أو حتى تحمل المسؤولية، ولن يبدوا. أنا أتحدث سابقا عن المجنون الذي بيده حجر وأنت استوعبها، هم جالسين يرجموا الناس بالحجارة ولا يمتلكون غير ذلك، ويجمعون الأموال ومستعدين للسفر في أي وقت، وينتقدون الآخرين أنهم لماذا خرجوا. نحن نتحدث عن انهيار اقتصادي بمعنى أن مرتبات الموظفين لن تكون ممكن توفيرها، العملة الوطنية قبل كل شيء. حتى لو صرفت مرتبات للموظفين اليوم، مرتبي 50,000 بكرة قيمته بتتحول إلى 20,000. انتهت القيمة الفعلية، القيمة الفعلية يعني اقل من 100 دولار. نعم، هذه القيمة الفعلية هي الاساس. اليوم الاسعار، السلع معدومة في صنعاء وفي غيرها، المشتقات النفطية انعدمت. اليوم الدب البترول ب8,000 في المحطة وليس فقط في السوق السوداء. طيب هنا الشعب باجمعه، سواء المناصر للحوثي او المعادي للحوثي، المؤيد لعلي عبد الله صالح او المعادي لعلي عبد الله صالح، متضرر من هذا الاجراء، وبالتالي لابد من أن يتحرك الشعب أيضا من أجل مصالح. هذا ما هو مفترض، لكن هم يراهنون على القبضة الأمنية الشديدة التي يقبضون بها خاصة على العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات في شمال الشمال وفي الغرب، ولذلك هم يراهنون على أن هذه القبضة هي التي ستمنع الناس عنهم، ولا أعتقد أنهم سيظلون بعيدين عن الناس طويلا. هل ستعتقد أن هناك مظاهرات أو فعاليات ممكن تنفذ خلال الأيام القادمة تطالب البنك المركزي والمسيطرين عليه بتدارك جانب الريال على الأقل في المناطق المحررة، ثم تتلوها بعد ذلك ما أمكن في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات؟ قد يكون، لكن أنا لا أعتقد بسبب الوضع الأمني الصعب الذي يعيشه الناس، لكن نتمنى أن يكون ذلك. الناس تتحرك، لابد أن حينما تمس بطونهم بالتأكيد أنها لن تصمت اتجاه ما يحدث. هم يراهنون على القبضة الأمنية، لكن إن شاء الله الأمور ستتغير والقبضة الأمنية حقهم ستتراخى، وستكون هناك انتفاضة شعبية حقيقية ضدهم في العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات بإذن الله في أقرب وقت. إذن الصحفي رشاد الشرعبي، عضو الوفد الإعلامي المرافق لوفد الشرعية في الكويت، شرفتنا هنا في الاستوديو. شكرا جزيلا لك. سلامكم الله. شكرا لك. شكرا لكم أيضا أنتم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، وبإذن الله نلقاكم غدا في حلقة جديدة من برنامج مستقبل وطن.
حتى ذلكم الحين تحياتي وتحيات جميع الزملاء، استودعكم الله وإلى اللقاء.